عيش سعيد لون حياتك بإيدك، عيش سعيد وشوف اللي في إيدك، عيش سعيد أملك هو جديدك، عيش سعيد يومك هيبقى عيدك. اتفقل وحط كلمتين في روتينك، عيش سعيد علي صوتك مش سامعينك، عشان ترتاح ما تفكرش في اللي راح، اسعى اتعب اتقدم هتشوف أرباح. 24 ساعة ليل دي أو غموعك، يلا بينا هنعمل ايه دم دم تك، بص للسما وارفع ايديك، حدد هدفك هتلقى حاجات كتير تقولك بحبك. عيش سعيد عيش سعيد عيش سعيد. مساء الخير والسعادة على كل الناس اللي بيشوفونا في كل مكان. يوم جديد من أيام عيش سعيد، بداية الويك أند إن شاء الله هادي ولطيف وظريف علينا كلنا. حلقتنا النهاردة فيها أخبار لطيفة، هنروح لليابان علشان نعرف صدمة العريس اللي حصلت له قبل جوازه بيوم واحد، ونعرف حكاية الست اللي قررت ما تحضرش جنازة جوزها علشان سبب غريب جدا. وبما أننا جبنا سيرة الجواز، فعندنا في الخبر الثالث زوجين محظوظين جدا كسبوا بيت ما كانوش يحلموا بيه. كمان النهاردة هنشوف سوا آخر أخبار الترانز اللي حصلت على السوشيال ميديا على مدار الأسبوع. وضيوف حلقتنا النهاردة هيكون معنا ملكة جمال العرب للسلام، ودي مسابقة لأول مرة تقام في مدينة العالمين. وكمان هنعرف من ضيفتنا تفاصيل أكتر، هتنورنا النهاردة في استوديو عيش سعيد شروق جمال. ولكل الشباب اللي خايف من المستقبل أو قلقان ومش عارف إزاي يخطط أو يحدد أهدافه، هنعرف سوا نعمل إيه من اللايف كوتش اللي هتنورنا النهاردة في استوديو عيش سعيد ديانا عياد. ودلوقتي نروح لرملة وبحر وشمس وكورة وتوليفة صيفية ممتعة اتحققت في بطولة كرة القدم الشاطئية اللي نظمها جهاز القرى السياحية وشركة ميرج وخطاب، بطولة جمعت بين الرياضة والطبيعة في نفس المكان، منافسة كروية على مدار 3 أيام من قلب مارينا الساحل الشمالي. تفاصيل أكتر في التقرير اللي هنعرضه دلوقتي، يلا بينا نروح نشوف. لما نقول الساحل الشمالي يعني فعاليات ومسابقات صبح وبالليل، واحنا موجودين في مارينا في سانتوريني بيتش لتغطية الفعاليات تحت رعاية المهندس خالد سرور رئيس جهاز مارينا. وفعالية النهاردة هي مسابقة لكرة القدم والمتسابقين من فئات عمرية مختلفة، ده غير الجوائز المغرية. هو احنا السنة دي عاملين يعني سكسس ستوري، قصة نجاح في مارينا، ان احنا بنطور كل شواطئ الملاك. احنا عاملين زي سانتوريني في السنة دي 8 كلهم خاصين بالملاك، كلهم هتلاقي فيهم خدمات واكتيفيشنز وكده، وكل ده طبعا لخدمة ملاك مارينا والربطهم بمارينا. وبنعمل بقى غير البحر بنعمل اكتيفيشنز، مسابقات رياضية وفنية، وبنعمل ندوات عشان يعني نحبب الناس اكتر في مارينا وفي الصيف. احنا بنجهزها من قبلها بست شهور، من شهر 12 بالظبط. الفكرة جات لنا ان احنا عايزين نساعد الاونرز عمرينا ان هم يتعرفوا على بعض، ويبقى في حاجه حماسيه وفي تنافس ما بينهم. واحنا عارفين الرياضه بتبقى وسيله للتعارف ووسيله للفعاليات والانشطه الناس بتنبسط بيها. يعني احنا عاملين جوائز، المركز الاول 10,000 جنيه وساعه باللانش فور فري لف بيها في مارينا، والمركز الثاني 5,000، والمركز الثالث 3,000 جنيه. عملنا قبل كده بطوله الكره الطائره الشاطئيه، والنهارده كره القدم الشاطئيه، ودي اول سنه الحقيقه يتعمل فعاليات دي، فهي فرصة كويسة جدا للشباب ان هم يقعدوا جوه مارينا ويلعبوا ويتقابلوا ويتعرفوا على بعض، وفرصة الناس تعرفوا على بعض واجواء حلوة جميلة. لا موضوع لذيذ قوي صراحة، ان احنا بيجمعوا كل الناس وكده، فموضوع حلو، كوميونتي لذيذة. نزلنا نتبسط، بيتنا هنا فبطولة كانت جنبنا وكده، ومش عشان جواز صراحة، اتبسطنا قوي. انا دخلت بطوله الفولي، كانت متنظمه كويس قوي، عشان كده ده اللي شجعني انا اخش فريق الكوره برضو. فاول ما عرفت ان في بطوله كوره جمعت اصحابي ودخلنا، ومن امبارح البطوله على تنظيم حلو قوي ومبسوطين، في اجواء حلوه وحكام ومدخلنا في اجواء البطوله، فبطوله حلوه قوي بصراحه. فعاليات الساحل ما بتنتهيش، وهدف الأنشطة هو إننا نشغل وقت الشباب والأطفال بحاجات تفيدهم في أجازتهم، ويكون ليهم حافز إنهم يشتركوا في الأنشطة البحرية كل صيف. شروق ناجي، عيش سعيد، ETC. ورجعنا لكم تاني، ودلوقتي خلينا نشوف أخبارنا النهاردة ونبدأ من اليابان.
الخبر بيتكلم عن عريس حصل له صدمة كبيرة قبل فرحه يعيني بيوم واحد علشان اكتشف سن عروسته الحقيقي. تعالوا احكي لكم القصة من الأول. العريس والعروسة اتعرفوا على بعض في مطعم ياباني، كانت العروسة هي مديرة المطعم ده. الشيء اللي جمعهم وخلاهم يتكلموا مع بعض كتير هما إن الاتنين مروا بتجربة جواز قبل كده فشلت، وكل واحد فيهم خرج من التجربة بتاعته بأطفال وبيربي أطفاله لوحده. لكن على مدار 7 سنين وهما بيتكلموا مع بعض ويشوفوا بعض ويقعدوا مع بعض كتير، مفيش ولا مرة فكر إن هو يسألها عندك كام سنة. قبل الفرح بيوم اكتشف إنها أكبر منه ب25 سنة، لأن العروسة كان سنها 54 سنة والعريس كان عنده 29 سنة. شفتوا يا بنات الاهتمام بالبشرة مهم إزاي؟ محتاجين نعرف روتين العروسة اللي بتعمله لبشرتها. يا ريت كلنا شفنا فيديو غريب جداً الصراحة انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي لست كانت على البحر. كانت بتقول إيه بقى الست دي للناس اللي ما شافتش الفيديو؟ طيب، الست دي كانت بتقضي أجازتها على واحد من شواطئ تونس، وجالها خبر وفاة جوزها اللي كان في بريطانيا، فطلعت في فيديو علشان تقول انه الصراحة اختار الوقت الغلط للوفاة، وانها مش هتقدر تقطع اجازتها علشان تحضر الجنازة، لان الوقت ده وقت الاجازة اللي هي مستنياها بقالها سنة. طبعا الفيديو انتشر بشكل كبير على التيك توك وقلب الدنيا، وعملوا له شير كتير لدرجة ان هو عدى 1,000,000 مشاهدة. ومش هقول لكم طبعا على الكومنتس والناس كتبت ايه، لكن طبعا الفيديو ده اللي كانت بتقول فيه ببساطة ان النهاردة جنازة جوزي، لكن انا مشغولة هنا وهو قرر انه يموت في اسبوع اجازتي اللي كنت مستنياه من سنة، فقررت اني مش هروح. صراحة no comment. الخبر الثالث اللي معايا عن 20 جنيه استرليني. قرر كوبل ان هما يشتروا بيهم تذكرة للسحب على جايزة. التذكرة دي بقت السبب ان هما يبقوا ملاك واحد من اغلى البيوت في لندن، واللي تمنه 5,000,000 جنيه استرليني. ده بجد اللي حصل مع 2 لسه متجوزين جديد، هما هاليري وفرانك، اللي فازوا في السحب بتذكرة اشتروها ب20 جنيه استرليني بس. والبيت اللي فازوا بيه هو بيت كبير مكون من 4 غرف نوم وجيم وساونا وصالة العاب، ويعتبر واحد من اغلى العقارات الموجودة في لندن. فازوا بيه في سحب لجوائز في المملكة المتحدة. ألف مبروك طبعا على البيت، بس مش دايما بتصدف كده ويبقى 20 جنيه استرليني تبقى السبب في 5,000,000 جنيه استرليني. ألف مبروك عليهم. وبكده تكون خلصت أخبارنا النهاردة. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا. بعد غياب 5 سنين من برنامج Arabs Got Talent، أعلنوا أن الجزء السابع هيتم تصويره قريب جداً، والحقيقة أن الجزء ده هيكون فيه مفاجآت كتير خاصة بأعضاء لجنة التحكيم، لأن لجنة التحكيم هيكون فيها الفنان السعودي ناصر القصبي والفنانة اللبنانية نجوى كرم، والأول مرة الإعلامي باسم يوسف. والبرنامج هيكون من تقديم الإعلامية ريا أبي راشد، وهيتم تصوير حلقاته في الرياض عاصمة المملكة العربية السعودية، وده اللي هيدي الفرصة لمواهب كتير من كل الوطن العربي إنهم يشاركوا بمواهبهم. أعلن المستشار القانوني ياسر قنطوش في بيان صحفي أصدره أنه تنحى عن قضايا الفنانة شيرين عبد الوهاب، وكمان قال أنه اعتذر عن كونه محاميها الخاص، وده حصل بعد مكالمة شيرين عبد الوهاب مع الإعلامي عمرو أديب، لأنها قالت خلال المداخلة أن حتى محاميها ما تكلموش بشكل واضح عن حقها في أزمتها مع شركة روتانا، وهي مش عارفة سبب خسارة قضيتها واللي تسبب في أنها تدفع مبلغ كبير كتعويض لشركة روتانا وشرط جزائي للشركة. وقال قنطوش كمان في بيان انه ما خسرش اي قضية دافع فيها عن شيرين عبد الوهاب من اول شغله معاها، واللي اتكلمت عنه شيرين في مداخلتها مع الاعلامي عمرو اديب كانت تقصد بيه احد المحامين اللي كان مسؤول قبله عن قضايا شيرين مع شركة روتانا. وقال قنطوش البيان بانه قال ان برنامج الاعلامي عمرو اديب قطع جزء كبير من لقائه مع شيرين، واكتفوا بعرض دقائق قليلة ما وضحتش موقف الفنانة شيرين عبد الوهاب مع شركة روتانا.
أعلنت هادي غالب أنها بتستعد لعرض أول مسلسل واقعي عن حياتها الشخصية، والمسلسل مكون من 8 حلقات وهيتعرض حلقتين كل أسبوع، وهيكون باسم الغالب غالب. وأحداث المسلسل هتكون عن حياة هادي غالب بين الحياة الشخصية والشغل، وإزاي بتتعامل مع ضغوط الشهرة لأنها واحدة من أكثر الشخصيات المثيرة للجدل في العالم العربي. وتم تصوير المسلسل بين مصر والإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية، وكمان بيتضمن حلقات أسبوعية بتكون عبارة عن مزيج من اللحظات الواقعية والأحداث المثيرة من حياتها، ومحاولات إنها تعمل توازن ما بين الشهرة والعيلة والشغل ورحلة البحث عن الحب. بيشارك في المسلسل عيلة هادية وأصدقائها، وأهم المشاركين هو والدها طارق ووالدتها إيمان. وأعلنت هادية إنها متحمسة جداً لعرض المسلسل، لكنها خايفة ومتوترة وبتتمنى إن الفكرة تعجب الناس. رجوع أحمد سعد وعليا بسيوني. بدأ جدل كبير على السوشيال ميديا عن عودة الفنان أحمد سعد لزوجته عليا بسيوني من جديد بعد انفصال سنة، والأثار الجدل إن عليا فاجأت جمهورها وجمهور أحمد سعد بنشر صورة وفيديو ظهر فيهم مع بناته يوم عيد ميلاده، وكتبت عليا تعليق على الفيديو والصور اللي نشرتها على انستجرام: اليوم ما كانش هيعدي كده، كل سنة وإنت طيب وألذ واحد في الدنيا، كل سنة وإنت منور حياة كل اللي حواليك وأنا أولهم طبعا، كل سنة وإنت أحلى حاجة في حياتنا ومقطعين بعض دايما، ما كانش ينفع أعدي اليوم ده من غير ما أقولك إن وجودك أهم حاجة وبيخلي الدنيا أحلى دايما، كل سنة وإنت طيب يا حمادة. وإنها شافت إن تهنئة هي تمهيد لعودتها لأحمد سعد، وعلق كل أصحابهم وجمهور على الصور بيهنوهم ويتمنوا لهم دوام السعادة. وبعدها كمان نشر أحمد سعد بوست على حسابه على انستجرام كتب فيه: دي بنت الناس وتختلف عن كل الناس، وده اللي أكد فيه عودتهم للحياة الزوجية وأسرة برنامج عيش سعيد، طبعاً بتتمنى لهم السعادة والحب مدى الحياة. أعلنت الكاتبة ميرنا الهلباوي عن تحويل روايتها الأخيرة كونداليني لفيلم سينمائي، وأن بطلة الفيلم هتكون منة شلبي. وشاركت ميرنا الهلباوي على حسابها على انستجرام فيديو جمعها بالمخرج محمد سلامة من تحضيرات الفيلم، وكتبت: قابلت محمد سلامة مخرج الفيلم وخلاص بدأ يحضر للتصوير، وقال لي كل الأسرار اللي طلب مني أني ما أقولهاش لأي حد، بس اللي متأكدة منه 100% إن الفيلم ده سلامة هينفذه بشكل خطير وهيبقى من أحلى الأفلام إن شاء الله. انضم الفنان ظافر عابدين لطاقم العمل وهيقدم دور البطولة مع الفنانة منة شلبي، وأعلنوا إنهم هيبدأوا التصوير الفيلم خلال الفترة اللي جاية. رجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا، وعايزة أقول لكم كده أن دايماً الشباب بيكونوا قلقانين من المستقبل. يا ترى إيه اللي جاي بكرة؟ يا ترى هيحصل إيه؟ مستقبلي هيمشي إزاي؟ هشتغل في إيه؟ طب هنجح في المكان ده ولا مش هنجح؟ طب هعرف أحقق اللي أنا نفسي فيه ولا مش هعرف؟ أولويات مفروض نرتبها في حياتنا، نشوف دراستنا الأول، بعديها كورسات، بعديها حاجات كتير قوي، بس دماغنا بتبقى مشوشة وفيها أفكار كتير عايزة تترتب، وعايزين نعرف إيه الأولى إن إحنا نبدأ بيه وإيه اللي ممكن نأجله علشان ما نشتتش نفسنا. عشان كده منورانا النهاردة في استوديو عيش سعيد لايف كوتش وصناعة المحتوى ديانا عياد. إزيك يا ديانا؟ أهلا بيك، عاملة إيه؟ إيه الأخبار؟ كله تمام الحمد لله. إيه الدنيا تمام مع الشباب ولا شايفة الناس متلخبطة والدنيا بقت بتجري بسرعة؟ لا الدنيا مش تمام، هم متوترين خالص وعندهم قلق شديد والدنيا بتجري، وهم كمان السوشيال ميديا مخليهم يشوفوا حاجات ممكن تبقى ممكن مش مناسبه لحياتهم او واقعيه مش واقعيه قوي، فمع الوقت بدا يبقى كل واحد حاسس ان دايما متاخر ومش عارف اعمل ايه في حياتي وتلخبطين خالص. طب احنا هنرجع لحته السوشيال ميديا دي لان هي مهمه، بس عايز اعرف القلق والتوتر دول ممكن يعطلوني ان انا اعرف مستقبلي الصح؟ القلق والتوتر ممكن يعطلوني جدا اعرف مستقبلي الصح، وده لان انا ببدا ابقى مشتت. عندي دايما صوت سلبي جوه دماغي بيقول لي انت مش كفايه، او انت اللي بتعمله مش بيرفكت، او انت متاخر الكل سبقك، فده طبعا بيوترني. التوتر بيخليني ابدا اشتت نفسي، ابدا اشتغل في اكتر من حاجه جنب بعض من كتر ما انا خايف من المستقبل، فبحاول اجري، فمع الوقت هيبدا تبقى طاقتي اقل، تركيزي اقل، وفجاه احس ان انا ما حققتش اي حاجه في حياتي. فالقلق والتوتر هو من الحاجات اللي احنا في العصر ده بالذات لازم نتعلم ازاي نتعامل معاهم عشان نقدر نكمل صح.
مش شايفه ان ده احيانا بيبقى صحي؟ يعني ان احنا نفضل قلقانين ومتوترين فنعمل احسن، ولا ده ممكن يعني مع ناس وناس؟ صح، انا بحس في ناس لو ما الاتش هتريح، هتقول لك لا ما انا تمام، ماشي تمام، مش لازم اقلق واتعب نفسي واقعد افكر بقى اوفر ثينكينج وما اعرفش انام. وفي ناس تانية لازم تفضل قلقانه لان هو ده الالارم اللي بيصحيهم. انت شايفه من وجهه نظرك ايه الصح؟ هو لحد معين اوكي، يعني شويه كده قلق او تفكير في مستقبل او حاجه تبوش مي ده جميل جدا. بس الفكره اللي احنا بنشوفه دلوقتي هو قلق زياده قوي. فبتلاقي شباب في اوائل عشريناتهم يقول لك انا خلاص ما عنديش طاقه، انا فقدت الشغف، وكلام كبير جدا. كل ده بسبب ان هو يا عيني شتت نفسه في 50,000 حاجه، ووتر نفسه بسبب 50,000 حاجه، فوصل لمرحله حاسس لا مش عارف اكمل. هو لسه في الاول، هو لسه بيسخن. كلمه فقدت الشغف كلمة كبيرة جدا، بس بقينا نسمعها كتير. يعني في ناس بقت تقولها على سبيل الترند، يعني انا لا انا صاحي النهارده انا فقد الشغف، لا قادر اشتغل ولا قادر اعمل اي حاجة. ففقدت الشغف دي كلمة كبيرة والناس يمكن مش عارفة تستعملها في مكانها الصح. يعني ايه فقدت الشغف اصلا؟ هما فيلم كلمه فقدت الشغف دي بيحاولوا يعبروا عن ان هي حاجه اسمها بيرند اوت، ان هو حصل له شويه من الاحتراق النفسي. وده بيحصل بسبب ايه؟ ان انا بشتت نفسي في حاجات كتير، بدخل في اكتيفيتيز او دراسات وكورسات، عمري ما بشكر نفسي ودايما شايف اني متاخر، فاكر ان انا كده يعني بشد على نفسي وبشجعها ان احنا نشد. فمع الوقت بيبقى ما عنديش اي طاقه ان انا ازق لقدام، لاني حاسس ان ما حققتش اي حاجه والدنيا صعبه وكل حاجه. فجاه بيتوقف عن كل حاجه ويبدا يقولوا ايه، انا حتى مثلا التمرين او التمشيه بطل، انا المذاكره بطلتها خالص، انا خلاص فقدت الشغف، مش عارف ولا ادرس ايه ولا اعمل ايه في حياتي. فده بيبقى شكل من اشكال ان احنا ممكن نكون دوسنا شويه على البطاريه فالبطاريه خلصت، وشتتنا طاقتنا شويتين كده في شويه حاجات كتير. فهنا لازم دي تبقى ستوب بالنسبه لنا، اقف مع نفسي واشوف انا طاقتي كانت رايحه في ايه الفتره اللي فاتت، وازاي ابدا اقلل طاقتي، واشوف اصلا ايه فعلا الحاجات اللي تستحق ان احنا نحط فيها طاقتنا ووقتنا، علشان ما يبقاش طاقتنا رايحه على كل حاجه. كلمة البيرن اوت اللي انت قلتيها دلوقتي، او ان انا بحرق كتير من طاقتي الداخلية، بتحصل في سن معين ولا ممكن ما يبقى لهاش سن؟ ممكن ابقى طول الوقت انا عندي باشن للحاجة اللي انا بحبها وفجأة احس بفقدان الشغف ده؟ لا، هي اللي احنا بنشوفه دلوقتي لا ما بتحصلش في سن معين. زمان كانت بتحصل مع السن الاكبر، اللي هو اشتغلت كتير ودرست كتير فبحس ان لا مش قادر. دلوقتي الشباب عشان هم مضغوطين ومطلوب منهم كمان ستاندرز عاليه قوي بسبب الـ يعني مسابقات او الكومبيتيشن اللي ما بينهم في سوق العمل، فهم بيضطروا يعملوا حاجات كتير. فبتلاقي شباب في يعني في العشرينات بيبدا يقول الكلام ده، وده كلام كبير قوي. طب اديني بس على اول 40 ونقول الكلام ده، بس هو خلاص هو هناك اوريدي. طيب تعالي نرجع لنقطة مهمة انت قلتيها كده في اول الكلام، وانا شايفاها دي ان هي اساس الموضوع. يعني فكرة المقارنات اللي بتحصل بسبب السوشيال ميديا، احنا طول الوقت قدامنا عالم مفتوح نقدر نبص فيه على حاجات كتير قوي بقدرتنا او بره قدرتنا ان احنا نعرف نكوب مع دول ونعرف نتماشى معاهم. فحياة الناس بسبب ان هي بقت مفتوحة بشكل كبير، بقيت اشوف ديانا ايه ده، دي بتخرج الصبح تفطر في مكان وبعد كده تروح تهتم بنفسها وتتشل كده في مكان تاني وتعمل شعرها ومعرفش ايه، ولاقيها بتتعشى مع صحابها في حته تانيه. انا عايزه اعيش حياه ديانا، انا شوفي حياتها مبسوطه ازاي، شوف ده ما بيعمل ايه، ايه ده سافر فلان كذا ودي عملت كذا. فانا طول الوقت حاطه نفسي في مقارنات، انا بشتغل ومش بعرف اعمل ده، طب انا مش بلحق، انا مش بنجح، ده عمل اتشيفمنت خطيره، دي كسبت جايزه كذا. فانا طول الوقت حاطه نفسي في مقارنه، فده بيعمل عليا ضغط نفسي اكتر. فازاي اعرف اوازن القصه دي؟ اوكي، اللي انت قلتيه صح جدا، هو ده بالظبط اللي حصل الفتره دي. الفكره هي ان انا ابص لحياه حد، ده طريق اللي انا بفتحه على نفسي علشان ابقى شخص ولا واثق من نفسي ولا سعيد ولا عمري هحس ان انا كفايه. احنا مشكلتك بالمقارنات دي عامه هي ابتدت معانا واحنا اصغر شويه، كنا واحنا صغيرين كده بعض الاهالي يبقى عشان يشجع ابنه يقول له بص كذا جاب ابن خالتك جاب كام في الثانويه العامه، معاكي في النادي طلعت ايه، فاكرين ان هم ده بيشجعوا. هم كده مش بيشجعوا، هم كده بيفتحوا باب من المقارنات هيخلي الاولاد دي لبقيه حياتهم بيبصوا لحواليهم حاسين ان هم متاخرين. الفكره بقى اللي هي اللي احنا لازم نعرفها، ان كل واحد حياته متقسمه. يعني ممكن حد انا بشوفه على السوشيال ميديا بيخرج واو، بس ممكن الشخص ده ما يكونش في جانب اخر قادر يوصل لنفس السعاده او النجاح اللي انا ممكن يكون عندي في حياتي، بس انا مش عارف. في مقوله بتتقال دايما، يعني ما حدش بينشر خيبته على السوشيال ميديا. يعني اكيد انا مش هصور لك نفسي وانا متضايق وبعيط في وقت تاني، انا اكيد هصور
احلى اللحظات اللي في حياتي وهي دي اللي هحطها. بالظبط كده. وهي الفكره ان هي متقسمه يعني هو في ناس حياتها نصيبها جاي في العيله، في ناس تانية في الشغل، في ناس تانية في الشكل، وده عادي. ذاتس اوكي. ده مش معناه اقل من حد او متاخر عن حد. بس طبعا احنا لما بنفتح السوشيال ميديا ما بنفهمش كده، احنا بنشوف ان احنا قليلين. وعلشان كده دايما بقول للناس خد بالك انت بتتابع مين. لو انت بتتابع حد بدا يوترك، بتحس لما بتشوفه ان كان حياتك وحشه او يبقى انت في المرحله دي، ده مش مناسب بالنسبه لك. حاول تتابع حد ممكن تتعلم منه حاجه، تحس ان هو مر بنفس تجربتك. فاحنا برضو بايدينا نقدر نتحكم مين اللي نقدر نعمل لهم فولو، علشان ما يبقاش انفلونس او التاثير بتاعهم على حياتنا يبقى سلبي من غير ما احنا ندرك. طب ديانا عايزين نتكلم بقى على الفتره اللي هي بعد، يعني احنا في الجامعه واحنا اول ما خلصنا وابتدينا نشتغل، ايه الحاجات اللي احطها في اولوياتي وايه الحاجات اللي المفروض اركنها دلوقتي ما ابصش عليها لان هي لسه تو ايرلي علشان اوصل لها. انا ليه احط نفسي في ضغط من دلوقتي ان انا لازم اركب العربيه الفلانيه وانا اصلا لسه ببتدي طريق حياتي وشغلي ولسه في ستيب 1؟ طب انا مش لازم اقارن نفسي بحد اكبر مني في السن او عنده الخبره او عنده قدره ماديه غيري. طب احط اولوياتي في ايه في السن ده؟ بالظبط. النقطه دي اكشلي ليها علاقه بالنقطه اللي قبلها. اللي بيحصل لما بتيجي تتكلمي مع الشباب الصغيرين يقول لك اصل زميلي عمل مثلا ابتدى الشغل بتاعه، اصل حد ابتدى الشركه بتاعته، اصل صاحبتي بتتخطب. طب احنا مالنا وبيهم؟ يعني خلينا نبص في ورقتنا، انا دلوقتي ايه المناسب لحياتي؟ فاللي بيحصل ان الشباب بيتاثروا جدا باللي حواليهم، فببدا اعيش حلمي او هدفي واهداف بقى كل الناس اللي حواليا، انا عايزه اعيش كل اهداف اللي حواليا. فده طبعا بيبقى غلط جدا. اهم حاجه ان انا وانا بحط اهدافي ابدا اشوف انا واقف فين في حياتي دلوقتي، ايه الحاجه اللي اقدر اعملها خلال سنه لسنتين تساعدني ابقى احسن. الخطا التاني اللي بيقعوا فيه وهو ان هم بيبقوا عايزين يعملوا كل حاجه مع بعض. انا عايزه اعمل انترنشيب وزي ما انت قلتي اجيب العربيه، عايزه ابقى اوريدي اتخطب وانا اصلا ما كملتش ال 25 26. مش المفروض ناخد قرارات في الوقت ده؟ المكان في العقل المسؤول عن القرارات بيبقى لسه بينمو، فما ينفعش ناخد قرارات في حاله نضوج مستنيينها. استنوها شويه. بالظبط. اتقالوا شويه. لا احنا طبعا بناخد كل القرارات مع بعض، ففجاه بحس ان شخص عاجز او عندي مشاكل كبيره في حياتي. ومعظم القرارات دي بتبقى غلط طبعا، لاني لسه هينضج وفجاه يدرك ان ايه ده، انا اتخطبت في مرحله كانت بدري، او رحت واتجوزت وبقى عندي طفل في مرحله المفروض كنت لسه فابني بيها شغلي، مش اللي اقدر فيها اشيل مسؤوليه طفل. فهي الفكره ان نرجع لورا خطوه وبلاش اللي هو كل الاهداف اللي احنا عايزين نحققها وما نركزش مع اهداف غيرنا. كل واحد وعنده حياته يعيشها بالطريقه الانسب له. طب ديانا بتشوفي احيانا ان الطموح الزياده او الناس المتطلعه او الناس اللي عندها فكره ان انا عايز كل حاجه بسرعه وانا طموح، عندي فكره عندي شغف ان انا اخلص حاجات كتير في نفس الوقت، احيانا بتيجي بنتيجه عكسيه واحيانا ممكن تعطلني وتبوظ لي حاجات كتير قوي في حياتي؟ احيانا لما بتيجي مع حاجه اسمها perfectionism، او ان انا شخص ابقى عايز كل حاجه تبقى perfect وابقى رائع في كل حاجه. perfectionism ده احد اصوات اللي هو الناقد الداخلي، وده بيجي عشان ينكد علينا. فالناس بتبقى فاكره ان انا perfectionist دي حاجه جامده. لا دي مش جامده خالص ولازم نبطلها. فايه اللي بيحصل؟ ان حلو التطلع، حلو ان انا احط لنفسي جولز واشتغل عليها، بس انا دايما احس ان لا مش كفايه، لا متاخر. طب هل احنا وقفنا دقيقه مع نفسنا نشكر نفسنا على الحاجه اللي وصلنا لها ونحتفل بيها ونحس بقيمتها عشان يبقى عندي ثقه بالنفس ان اعرف اكمل قدام؟ لا طبعا ما بنشكرش نفسنا، عشان فاكرين ان لو شكرنا نفسنا احنا هنريح. فخلينا كده ايه، بنجلد في نفسنا ومكملين لغايه لما بوصل لمرحله بحس ان حواليا بيقولوا لي انت كويس وشاطر، وانا ولا شايف ان انا كويس ولا شايف ان انا شاطر. فهي دي مشكله الطموح الغير ممنهج اللي لازم نحط له كده رولز عشان نعرف نكمل. طب يعني انا لازم اقدر نفسي الاول عشان اعرف اكمل. صح. ومش لازم كل حاجه اعملها تطلع صح 100%. صح. طب يعني معلش الناس اللي عندهم الحته بتاعت ان انا كل حاجه لازم تبقى بيرفكت دي، يعني ده ممكن نصنفها ان هم محتاجين مساعده؟ ممكن جدا طبعا. ازاي؟ لان ده اسمه صوت الناقد الداخلي. الناقد الداخلي ده بيجي لنا باكتر من شكل، احدهم البيرفكشنزم. الاشخاص دول انا بقعد مع اشخاص كبار جدا يعني تايتل كبير، ورغم كده يقول لي يعني انا كده نجحت؟ فاللي هو انت لسه جاي تسال نفسك انت كده نجحت دلوقتي؟ ما شاء الله انت ناجح وعندك البيزنس. بس هو برده لانه دايما بيقود نفسه، شايف ان في احسن وشايف ان في لازم ابقى بيرفكت، شايف نفسه قليل. وعشان كده بقول للشباب لو انت فاكر ان انت هتبقى احسن لما تعمل مثلا حاجه او اتنين، في قبلك عملوا خمس حاجات ولغايه دلوقتي مش حاسين هم احسن. ليه؟ لان عمري لما بعمل حاجه ما بقف واقول ايه ده انا سعيد قوي ان انا عملت كده، انا شاكر على المجهود اللي عملته، انا لازم اقف واحتفل بني خلصت كورس، ابتديت شغل، ابتديت انترنشيب، اي حاجه نقف ونحتفل ونقول انا سعيد باللي انا وصلت له وببلان ان انا هطلع اكتر. لكن طبعا احنا مش شايفين انه مش كفايه، عشان احنا فاكرين احنا كده جامدين جدا، فبنفضل من الشعور القليل قاعدين ندوس على نفسنا ونكمل.
انا دايما كده حاسه ان احنا بنتكلم على الشخص نفسه، اللي هو انت ديانا لازم تاخدي بالك ان انت مش كل حاجه تبقى بيرفكت، ديانا انت لازم تاخدي بالك ان انت تشتغلي على نفسك وتحطي اهداف، كذا حاجه بحطها على الشخص نفسه. طب فين دور الناس اللي حواليه؟ دور الاهل، دور الصحاب، كل دول دورهم ايه في حياتي؟ علشان انا كمان لازم I need support، لازم صح. حد كمان يساعدني من بره الجزء الداخلي اللي انا بشتغل عليه. yes. دورهم ايه؟ دورهم هو احنا دلوقتي لازم نقسم اصدقائنا واهلنا الى اتنين، في اشخاص هيبقوا متفاهمين وداعمين، وفي اشخاص مش هيبقوا فاهمين احنا بنعمل ايه، فبالعكس هم شايفين ان احنا كده بنضيع وقتنا او اللي احنا بنعمله مش كفايه، هم اكشلي اللي جايه منهم الفكره دي، فاحنا لازم ناخد بالنا منهم، بنبدا نحط لهم شويه حدود عشان نعرف نكمل في حياتنا من غير اصوات سلبيه تبقى تاثر علينا سلبي. لكن الاشخاص التانية الداعمه لازم نعرف ان احنا على مدى يعني على حياتنا كده في اشخاص هنقابلهم داعمه واشخاص مش داعمه، الداعمه احنا هنكمل معاهم، اللي مش داعمه لازم نبعد عنهم شويه. ليه؟ لان مش كل الناس هيفهموا احلامنا، فانا مهم اعرف ان انا لو اللي حواليا اصواتهم مش داعمه هياثروا عليا ويرجعوني لورا شويه، فعلشان كده خليني مع اشخاص اللي عندهم نفس الحلم. يعني انا مثلا انا دلوقتي عايزه ادرس وعندي صديقه ليا لا هي شايفه انها عايزه تسيب الدراسه وعايزه ترتبط، هي حره، هي حره، بس ده معناه ان هي مش هتبقى الرفيق الافضل للفتره اللي انا جايه في حياتي، فلازم نحاول نمشي مع ناس على نفس الدرب يكونوا اهدافهم شبه اهدافنا شويه. طيب شخصيتي بقى، انا شخصيتي لو شخصيه قويه قياديه، شخصيه تانية مثلا تبقى ضعيفه بتسمع كلام غيرها، شخصيه اعتماديه، شخصيه ما بتتقبلش النقد، شخصيه في شخصيات كتير قوي، شخصيتي دي هي ممكن تخليني اغير اهدافي او تخليني اعرف اوصل لها بسرعه او ما اوصلهاش بسرعه؟ طبعا، وعلشان كده هنا بيجي فكره ان انا لو لقيت نفسي تايه والدنيا مش مظبوطه وابسط حاجه بتضايقني وبتوترني و و و لازم ارجع مثلا لكوتش او مختص، لان لو انا عارف ازاي اتعامل مع الصدمات، عندي شويه مرونه، عندي زي ما انت قلتي قوه في الشخصيه، هقدر اكمل. لكن لو حد اصغر كلمه من حد بتاثر فيا وتخليني اغير خططي او اقعد في البيت مش عايزه اكمل، لا، هنا لازم اقف مع نفسي واعرف ان عندي حاجه لو اشتغلت عليها تفرق معايا كتير. طب لو انا من النوع ده اللي هو اصغر كلمه من اي حد يجي يقول لي مثلا حاجه، سهى انت ادائك النهارده ما كانش قد كده، اتاثر وازعل واجي على المره الجايه ابقى مش عارفه اتكلم كلمتين على بعض، ابقى خلاص اتوترت، اخدت منه الحته بتاعت الطاقه السلبيه اللي هو صدرها لي. أيوة. واتعامل على اني لا انا فشلت، انا مش عارف اعمل الصح. طب الناس اللي شخصيتهم كده وبيتاثروا باقل كلمه، ازاي نقدر نعالج ده؟ يشتغلوا على بوينتس ايه؟ اكيد في كده حاجات معينه لو اشتغلنا عليها ابقى ساعتها بسمع كومنت وانا تمام ثانك يو وبعد كده هكمل عادي بطريقتي وبادائي وبكل الحاجات اللي انا عارفه اعملها. حلو، لو انا دلوقتي واحده كل حاجه بعملها بقف مع نفسي واقول لها برافو يا دانا، انت شاطره، انت النهارده عملتي كذا، النهارده ده ما ظبطش قوي بس مش مشكله نظبطها المره الجايه، وجيتي انت قلتي لي دانا انت اللي انت عملتيه ده ما كانش مظبوط خالص، الكلام اللي انت قلتيه ده هيضايقني حبه قد كده، بس انا عندي صوت جوايا بيقول لي انت جامده وانت شاطره، وكل مره عملت حاجه صح انا الصوت ده كان شجعني كان بيابريشيت. يس. تعالي بقى نقول العكس، انا واحده مش كفايه مش بيرفكت، اوكي، جيتي انت قلتي لي نفس الكومنت ده ما كانش مظبوط، هنهار. ليه؟ لان انا من جوايا مفيش حد يقف قدام الصوت ده، هو ده الفرق ما بين يبقى جوايا صوت ناقد ولا صوت كوتش قوي يقدر يساعدني. فمهم جدا ان انا كشخص لازم اقف عند كل حاجه بعملها ايجابيه واحتفل بيها وابقى حاسس ان هي حاجه كويسه، فيوم ما تيجي حاجه وحشه واللي هي هتيجي عادي، ايا كان لو فعلا الشخص ده ناقده كان هو قرري يبقى سلبي معايا او لا، هو ما كانش سلبي، هو كان صح، انا في الحته دي ما كنتش كويسه، عادي هقدر اسرفايف. ليه؟ لان مفيش جلد بقى انت فاشله وانت قليله، لا هقف. فعشان كده بنقول لازم حاجتين، اول حاجه اخد بالي مين الاشخاص اللي حواليا اللي صوتهم سلبي، لان دول للاسف بيعلوا جوه يعني او بيضعفوا جوايا الصوت الايجابي. الحاجه الثانيه لازم انا اللي ابقى في ظهر نفسي، فلازم افكر نفسي دايما بحاجات ايجابيه والتحديات اللي انا مريت بيها. ثالث حاجه يبقى عندي حاجه اسمها سيلف كومباشن، او ان انا ابقى رحيم مع نفسي. طب ما كلنا بنغلط، طب ما كلنا من كل حاجه فشلنا فيها بالعكس هي اللي خلتنا دلوقتي في مكان تاني. فلازم اقف مع نفسي واقول ماشي النهارده ما كناش احسن حاجه، مش هنبقى يعني مش هنكدب على نفسنا، ماشي انا النهارده ما كنتش احسن حاجه بس عملنا كذا وكذا، خلاص نشتغل على نفسنا، مش انت فاشله وانت قليله. في ناس اصلا بتحس بسعاده لمجرد ان هي انتقدتك وطلعت الحته اللي جواكي اللي هو انا بجد فعلا كده، انا
انا ما كنتش كويسه. فدي في ناس بتبقى عندها المشكله دي. دي حقيقة. خلينا نتكلم على بدايه بقى دخولي لمجال العمل. يعني انا اتخرجت من الجامعه وعرفت اتخلص من كل المشاكل اللي بتحصل بقى، لان الجامعه بنقابل فيها ناس كتير مختلفين عن بعض، بيبقوا جايين من ثقافات مختلفه وبتتقابلي معاهم في نفس المكان، وتاني صدام بعديها هو شغل الشغل، وتقابلي برضو ناس مختلفه عنك ومش شبهك. فانت علشان تعرفي تتعاملي مع ده وتعرفي تتعاملي مع ده سواء في الجامعه او في مجال العمل اول ما تبتدي، في نقط كده لازم ناخد بالنا منها علشان نعرف ما نتاثرش باي فايبس هتيجي حوالينا، ونعرف نكمل ونعرف ننجح ونحدد اولوياتنا واهدافنا. نعمل ايه بقى؟ حلو جدا. اول حاجه انا لازم اتقبل الرفض. الشباب عندهم خوف فظيع من التقبل الرفض، وممكن ما يخشش انترفيوهات بس عشان دخل انترفيو في التاني فترفض، فالموضوع ده سبب له ازمه كبيره. اجمد ناس، اجمد سي اوز حاسس بالفشل في الاول بالظبط. اجمد ناس عملوا شركات دلوقتي ومشاهير بيتكلموا عن قد ايه في تاريخهم اترفضوا. من اترفض ايه مشكله؟ بترفض في انترفيو هاخد الصدمه عادي، اتضايق لي شويه، افهم ايه اللي انا عملته غلط، ادخل على الانترفيو اللي بعده. فاول حاجه عشان تدخل مجال عمل، الرفض مش معناه انك شخص فاشل. انت تمام وكل حاجه تحفه، بس ده جزء كده من المجال اللي احنا داخلين. الحاجه الثانيه، انا وانا داخل مجال العمل اكبر غلطه بشوف الشباب بيعملوها، ان هو فاكر ان هو داخل يكون اصدقاء. لا، دول زمايلنا، ما بخشش احكي له عن تفاصيلي، ما بخشش اتكلم معاه على حد، ما بخشش تروماتنا نحكيها جوه الشغل. لغايه لما يعدي شويه مواقف كده، المواقف دي تخليني اقول لا، ده ممكن نبقى اصدقاء اكتر. لكن مش ده اللي بيحصل. فايه اللي بيحصل؟ بيبدا في مشاكل وهم لسه صغيرين، ما عندهمش واتصدم بقى. واتصدم، خدت الصدمه بجد، ان هم بالزبط. الناس دي بقى ما كانوش معايا وما وقفوش جنبي، هو مفيش موضوع اصلا انتوا تعرفوا بعض بقى قد ايه، انتوا زمايل اصلا، انتوا مش اصدقاء بالزبط. فايه اللي بيحصل؟ يبدا يتقفل ويبدا يقول لك عملوا فيا. لا، ما حدش عمل حاجه بالراحه كده، احنا بس العشم يعني. فالحدود مهمه جدا جدا في مجال العمل. الحاجه الثالثه، تاني الجزء اللي احنا بنتكلم فيه، انا اشتغل على صوتي ليه؟ علشان لو دخلت عند حد لقيت زميل ليا بيسخف عليا، بيحاول يقلل مني، انا محتاج ان انا يبقى جوايا صوت يقف قدام الصوت ده. الحاجه اللي بعد كده، ان احيانا كتير بلاقي شباب يبقى عندهم مشكله عمرهم ما بيجوا يشتكوا. يعني مثلا زميلي بيتنمر عليه، زميل ليه المفروض التاسك بتاعته ان هو يديله الشغل، ما بيديلوش الشغل، يفضل ساكت 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 لغايه لما يجي في لحظه معينه المدير بتاعه بيساله فين الشغل فين، ففجاه طب انت سكت ليه؟ لان بيخاف. احنا فكره ان احنا نكومينيكيت ونقول ان احنا حصلت عندنا مشكله مش موجوده لسه بندرب الشباب عليها. لو انت عندك مشكله، مش بنروح نتخانق، ما بقولش هنروح نتخانق، بس بكل هدوء انت محتاج ترجع لو في مدير بتاعك وتقول له انا بمر بمشكله 1 2 3، غير كده هتبقى انت الشخص المتاخر. الحاجه اللي بعد كده برضو هتنفعنا في الشغل، لازم نوقف البرفكشنزم. اللي بيحصل، انت مطلوب منك حاجه معينه، انت طبعا مش عايز تطلعها عشان انت شايف انها مش بيرفكت، هتفضل تتاخر، وفي الاخر هيتعرف ان انت الشخص اللي بيتاخر الشغل، وان انت الشخص اللي ما بتنجز و و و، وانت كنت بتحاول تعمل حاجه بيرفكت. بس اتس نوت اباوت، يعني الموضوع ملوش علاقه بالبيرفكت، ليه علاقه بان احنا عندنا شغل ومحتاجين نجري ونسلمه وهنتعلم والدنيا هتمشي. فدي تعتبر ابسط الحاجات اللي الشباب المفروض بس هم داخلين كده يفكروا فيها. وجنب شغلهم اللي بيحصل برضو، ان الشباب من كتر الحماسه، انا بشتغل جنبها باخد كورسات فظيعه، جنبها بعمل حاجات، فبتيجي مع الوقت تلاقي يقول لك انا بدات افقد تركيزي. لان انت مكان المسؤول عن الذاكره والتركيز انت ضغطته بزياده. فهنا برضو لازم تبقى عندك نشاطات ترفيهيه، مفيش حاجه اسمها اقضي حياتي ما بين الشغل والكورسات، لا، ده هياثر على تركيزك، هياثر على طاقتك. لازم تعمل نشاطات لطيفه اسبوعيا علشان تقدر تكمل في شغلك ويفضل ادائك كويس. في حاجه كمان عايزه اضيفها، انا شخصيا اتعلمتها في بدايه شغلي، ان ما تستناش حد يقول لك شكرا او برافو على حاجه انت عملتها، لان ده تاسك مطلوب منك. احنا خلاص خلصنا مرحله المدرسه. أيوة. خلصنا مرحله الجامعه، محدش هيحط لنا الستار هنا بالظبط كده. فانت ما تستناش شكرا من حد يعمل شغلك على اكمل وجهه خلاص، عشان محدش هيجي يشكرك يقول لك برافو عملت الشغل المطلوب منك. صح جدا. يس. ديانا انت نورتيني، والكلام معاكي كان لذيذ قوي، وان شاء الله الشباب يستفيدوا بالكلام اللي قلناه ده وياخدوا التيبس دي يمشوا بيها في حياتهم، لان هي كان كلام مهم جدا. شكرا ليك. شكرا ليك. خلينا نروح لفاصل سريع ونرجع تاني عشان نكمل حلقتنا، استنونا. ورجعنا لكم تاني عشان نكمل حلقتنا، وضيفتنا اللي منورانا دلوقتي بنوتة مصرية فعلا شاطرة وفعلا جميلة، وده مش كلام ولا وصف، هي أخدت اللقب بالفعل
في المهرجان اللي اتعمل في العالمين وحازت على لقب ملكة جمال العرب مصر للسلام 2025. منورانا النهاردة شروق جمال. ازيك يا شروق؟ ازيك، اكيد ده نورك طبعا، وسعيدة ان معاكي في البرنامج وبرحب بيكي بكل السادة المشاهدين. خلينا نتعرف عليكي اكتر يا شروق، وقبل المسابقة وقبل ملكة جمال العرب لمصر السلام، كانت شروق بتعمل ايه؟ يعني قولي انت خريجة ايه، عندك كام سنة، بتعملي ايه؟ انا شروق جمال، عندي 28 سنة، كنت شغالة او ما زلت شغالة في مجال الاعلام، مذيعة ومذيعة كمان داخلية في الاستاد. كنت في بطولات كتير زي بطولة كاس الامم الافريقية 2019، بطولة كاس الامم الافريقية 2023، واخيرا كانت بطولة اسمها بطولة البحر المتوسط لألعاب القوى 2023، كنت برضو المذيعة الداخلية وكان مشارك فيها 13 دولة. طب احكي لي انت خريجة ايه؟ اعلام قسم اذاعه وتلفزيون. يعني اشتغلتي في مجالك؟ اه بالظبط. يعني حلو قوي. طيب ايه اللي خلاكي تشتركي في المسابقه وتقدمي عليها من البدايه، عرفتيها منين؟ بصراحة هو في البداية أنا كنت حابة فكرة مسابقات ملكات الجمال، لأن طول الوقت أنا عندي هدف أن أنا حابة أن أنا أكون شخصية مؤثرة بشكل إيجابي في المجتمع. وأكيد في حالة لو أنا قدمت في مسابقات الجمال فهي بتحلك الفرصة بشكل أكبر أنك تعمل أعمال خيرية، أنك يكون ليك أهداف كبيرة، وأنك تكون on a spot بشكل أكبر. فده يعني كان اهتمامي بالنسبة لمسابقات الجمال. بالنسبة بقى مسابقة ملكة جمال العرب، طبعا هي من المسابقات الكبيرة جدا في مصر وفي الوطن العربي، فأنا كنت سمعت عنها من فترة كبيرة وكنت حابة جدا أن أنا أقدم فيها، وقدمت فيها من فترة ونسيت الموضوع يعني. سبحان الله هم كلموني وقالوا لي أن أنت اتقبلتي كمبدئيا، وطبعا بقى كان في اختبارات كتير، اختبارات في طريقة الكلام، في الثقافة. دايما الناس بتعتقد أن مسابقات الجمال شكل فقط، ولكن هو في جانب تاني ليه علاقة بالدراسة وبالثقافة وباسلوب الكلام. الاختبارات دي بتبقى من قبل ما تروحي المسابقة اصلا، ولا بتكوني خلاص دخلتي المسابقة فبيبتدوا يختبروكي جوه علشان تطلعي مثلا، يعني لو هيقللوا العدد او كده تطلعي من العدد اللي هيطلع للمرحلة اللي بعديها؟ هما بيقبلوا في الاول يعني عدد محدد، بعد كده بنبتدي يعملوا زي اختبارات. بصفات ايه بقى يعني في البداية خالص بيقبلوا؟ مواصفات ايه؟ عشان لو حد من البنات بيسمعنا دلوقتي وحابب ان هو يكون موجود السنة الجاية، فقولي لي ايه الصفات اللي في الاول ممكن تخلي اي بنت تتأهل ان هي تقدم في المسابقة؟ المواصفات الطبيعيه بتاعت الجمال، انه يكون الطول تعدي 160 سنتي، يكون الوزن بيتناسب مع الطول، الشيب بتاع الجسم يكون مظبوط، التعليم يكون كويس، تكون معاها لغه عشان تقدر طبعا لو مثلت مصر في اي دوله عالميه تقدر ان هي تتعامل باللغه دي، ويكون عندها قدر من الجمال وقدر من الثقافه. يعني دي ان جنرال كده المواصفات العامه. بعد كده بيكون في اختبارات ومراحل، تاني بقى بيكون في لجنه طبعا، ودكتور حنان نصر هي كانت رئيسه المسابقه كانت بتعمل معانا اختبارات كتير، وفي مدربين كتير. بناء على المراحل دي بيتم بقى يعني اختيار بعض الاشخاص او بعض الملكات اللي بيوصلوا للحفل النهائي. انتوا كان عددكم كام في البدايه؟ لا يعني فعلا انا مش عارفه طبعا اللي قدموا قد ايه، ولكن اللي وصلوا للمرحله النهائيه كنا 14 متسابق. 14 بالظبط. لما كنت عددكم 14 كنت حاسه ان ممكن انت اللي تفوزي باللقب، ولا كان موضوع لا يعني اديني بقدم وتجربه وخلاص؟ بصراحه هنا كنت مركزه على هدف ان انا استمتع بالتجربه، وان انا داخله لهدف معين، سواء فزت او ما فزتش فهي اكيد تجربه ايجابيه، انا استفدت منها فعلا كتير وتعلمت حاجات كتير. فكنت حاطه بلان انه لو فزت، وبلان انه حتى لو ما حصلش فوز، بس كان عندي يعني جزء من الثقه اني ممكن يعني افوز طبعا. انت قلتي ان كل واحده بتفوز باللقب ده او زيه من القاب ملكات الجمال بيبقى عندها اهداف ان هي تغير حاجات في المجتمع، او مزبوط. ان هي يكون ليها دور او تبقى اون سبوت، فايه الحاجات اللي انت نفسك تغيريها، او ايه الدور الفعال اللي نفسك تعمليه؟ هو الحقيقة المشروع اللي كنت قدمته يعني للجنة وحابة أن أنا أشتغل عليه هو دورات توعية عن إيجابيات وسلبيات السوشيال ميديا. بمعنى أن إيجابيات السوشيال ميديا إحنا شايفين أن هي أكيد كتير جدا، وحصل من خلالها تطور كتير جدا، بقينا بنعرف أي أخبار في العالم في نفس الوقت، في نفس الوقت تقدري أن أنت تكلمي أي حد في أي وقت وتتواصلي معاه من غير ما يبقى الموضوع محتاج مجهود. فدي إيجابيات
كتير جدا للسوشيال ميديا، بس للاسف كمان في سلبيات للسوشيال ميديا وحاليا طبعا. احنا بقينا بنشوفها، يعني مثلا بنشوف سوء سلوك كتير جدا على السوشيال ميديا، وللاسف بنشوف ناس ممكن تنشر اخبار او حاجات مش صحيحه، وللاسف الاشخاص دي كمان ممكن تتشهر، واحنا للاسف بنساعد ان ده بينتشر. فهو دوري طبعا ان شاء الله يعني في الخطوات الجايه ان من خلال الدورات دي ان احنا على قد ما نقدر هنحسن سلوك الاشخاص، ان هم يحاولوا يستخدموا السوشيال ميديا بشكل ايجابي مش بشكل سلبي، عشان الاجيال اللي قادمه تبقى اجيال واعيه وتقدر تستخدم السوشيال ميديا بشكل ايجابي، وده هياثر على المجتمع بشكل ايجابي والسلام هينتشر في المجتمع بشكل اكبر. حلوه قوي، فكره حلوه جدا، يعني برافو عليكي، هتشتغلي عليها اكتر ان شاء الله وهتطوريها صح؟ اكيد طبعا، يعني انا هدفي كمان ان انا اشوف نتائج ايجابيه. طيب شروق، خلينا نرجع برضو لحته مهمه جدا قلناها كده في البدايه، هو ان انت بتشتغلي مذيعه داخلي في الاستاد. يمكن مش كتير ناس يعرفوا بتعملي ايه بالظبط، عايزين نعرف دخلتي ازاي المجال ده، وهل انت بتحبي مجالات الرياضه، وايه الصعوبات كمان اللي بتواجهك؟ انا في بدايتي طبعا اشتغلت، اول ما اتخرجت اشتغلت مذيعه، كنت بقدم فقره في التلفزيون المصري في برنامج رياضه، وبعدها قدمت في قنوات تانية برامج في مجال الرياضه. كان من حسن حظي ان كانت اول بطوله عربيه تقام في مصر كانت 2017 2018، وما كانش فيه مذيعه داخليه مصريه، تم ترشيحي للجزء ده، وكنت اول مذيعه داخليه مصريه تشارك في البطوله العربيه. طبعا كانت تجربه بالنسبه لي مميزه جدا، بس يعني افتكر ايام ما كنت في الاستاد يعني هحكي لك موقف كده، كنت في الجزء اللي انا المكان اللي انا بانونس او بذيع فيه، فالجمهور طبعا المذيع الداخلي ده هو اللي بيكون موجود في الاستاد وبيقدم بداية المباراة والفريقين والنشيد الوطني وهكذا، وطبعا لو في أهداف لو في تبديلات المذيع الداخلي هو اللي بيقول ده. فالمتعارف عليه إن كان دايما راجل هو اللي بيكون مذيع داخلي، ده اللي عارفينه طبعا بالظبط. فمن بداية 2017 أنا قدمت ده، فأفتكر أول مرة لما ابتديت أناونس أو أقدم بصوتي، فالجماهير كلها كانت قاعدة في الاستاد، أول ما سمعت صوت بنت كلهم لفوا وبصوا اللي هو الصوت ده جاي منين. فكان احساس بالنسبه لي لحظه مش قادره انساها، طبعا لحظه حلوه بس لحظه برضو اللي هو انا اتفاجئت. يعني ما كنتيش قلقانه وقتها انه ده اول تجربه ليكي والجمهور يمكن ما يستقبلش صوت نسائي في المكان ده، فما كنتيش خايفه؟ لا بالعكس خالص، لان هو طبيعي ان اي حاجه انت بتعمليها جديده هيبقى فيها جزء ايجابي وهيبقى فيها جزء ان الناس هتستغرب، بس بعد كده مع الوقت الناس بتتعود وبتتقبل ده جدا، بدليل ان احنا حاليا بقى في مذيعات داخليين كتير جدا في معظم البطولات. فيعني انا كنت مركزه ان انا تحدي وان ان شاء الله ننجح فيها، والحمد لله يعني الموضوع نجح، وشاركت بعد كده بقى في 2019 كان من خلال الكاف او الاتحاد الافريقي، دي بطولات بتبقى دوليه يعني على مستوى الدول الافريقيه عامه. انت كنت حاطه نفسك في الحته دي او كنت حاطه عينك على المكان ده، ولا هي جت معاكي بالصدفه؟ لا بصراحه كانت صدفه. يعني قبلها انا كان موضوع الاذاعه الداخليه ده يعني ما كنتش بصاله قوي، بس فعلا في ناس رشحوني بما اني كنت شغاله مذيعه في مجال الرياضه وكانوا شايفيني في الحته دي. نفسك تكملي في مجال الرياضه في نفس الحته بتاعتك، يعني حابه المكان ده، بقيتي فاهمه فيه، يعني ما بقاش الموضوع فارق ما بين ست او راجل ان هو تدخل في مجال الرياضه، وده اللي شايفينه من خلال مذيعات كتير في قنوات الرياضه، فنفسك تكملي في نفس المجال؟ اكيد طبعا هو ما فيش فرق، بس انا نفسي اكمل في مجال، يعني حابه مجالي عامه مجال التقديم، ما عنديش مشكله اقدم اي حاجه، يعني اي برنامج في تخصص معين انا ده بالنسبه لي اهم حاجه هو شغفي وحب للمهنه، ويمكن مسابقات الجمال يعني قريبه شويه، المجال شويه قريب من مجال الميديا، يمكن ده ساعدني برضه. ازاي ايه القريب ده من ده؟ لان من ضمن المواصفات ان مثلا الشخص اللي هتكون ملكه جمال او الشخصيه اللي هتكون ملكه جمال لازم تكون متكلمه عندها اسلوب، فاحنا اوريدي ده في مجالنا الاعلام، احنا لازم نبقى متكلمين ولازم نعرف ندير حوار وبيبقى عندنا قدر من الثقافه، فيمكن ده برضو ساعدني بشكل كبير. حلو قوي. طيب احكي لي عن احساسك بقى وانت اون ستيج،
في المسابقة الموضوع مختلف، مهما كنت قدمتي حاجات قبل كده أو كنت مذيعة أو كنت في استاد وفي عدد كبير، بس أون ستيج لحاجة جديدة عليك الموضوع كان مختلف. احكي لي على حلو إحساسك. حلو جدا بقى. السؤال ده بصراحة أنا يعني كنت متعودة دايما على الستيج بس أن أنا بقدم يعني، فكنت أول مرة أطلع على ستيج أن أنا متسابقة. فبصراحة كان في يعني اللي هو يعني كنت حاسة ان الموضوع مختلف شوية، بس كنت متحمسة برضو جدا يعني، كنت حاسة ان التجربة لذيذة وانا كنت حابة ان انا اكمل في الموضوع، وكنت حابة كمان مرحلة اسئلة اللجنة قوي يعني. فاكرة الاسئلة؟ ايه فاكرة، في سؤال فاكراه ايه الاسئلة؟ كان في سؤال دكتور دعبس هو طبيب اسنان سألني، قال لي لو انتي فزتي باللقب تدي اللقب ده لمين؟ ده كان السؤال الخاص بيا، وكان ردي ساعتها ان ادي اللقب ده لاي شخص ساعدني ان اكون موجوده واقفه على الستيج، لان بدون مساعده الاشخاص اللي ساعدوني انا ما كنتش هحصل على اللقب. مين الاشخاص اللي ساعدوكي لو حبيتي مثلا عندك وقت هنا كافي ان انت تقوليهم؟ هو كتير قوي طبعا، بس يعني اكيد اهلي وطبعا طبعا دكتور حنان رئيسة المسابقة، وطبعا كل اللي دربوني في المسابقة، فناس كتير جدا وأصدقائي يعني ناس كتير جدا، ما أقدرش أقول شخص معين، فكل الأشخاص دي بمساعدتهم أكيد كل حد ساعدني بحاجة معينة هي اللي خلتني أوصل لده. دي أول مرة تقدمي في مسابقة ولا قدمتي قبل كده وما حصلش نصيب في مسابقات تانية؟ لا كانت أول مرة يعني من حسن حظي. ما جربتيش ليه تقدمي في مس إيجيبت قبل كده؟ إيه لا عادي يعني، هي الفرصة جات ان انا قدمت في ملكة جمال العرب، وانا برضو كنت حابة فكرة ملكة جمال العرب لانها مش على مستوى مصر بس، على مستوى الدول العربية وكمان في ماس يوروب، فانا كنت حابة المسابقة دي. ايه اللي اتغير في شخصية شروق قبل المسابقة وبعد المسابقة؟ يعني في بعد اللقب اكيد في حاجات اتغيرت وحابة ان انت تتطوريها في نفسك، او في حاجات لوحدها كده حسيتي ان انا لازم في حاجات اخد بالي منها اغيرها؟ مظبوط، اللي اتغير ان انا حسيت ان في مسؤولية اكتر، حسيت ان انا اكيد هيبقى عندي اهداف اكتر. فكرة حصولي على اللقب دي برضو يعني مش سهلة، لانه دايما انت خلاص بقيت قدوة بشكل بسيط، مش قدوة كبيرة بس قدوة بشكل بسيط لبعض الأشخاص أو للناس، فأكيد لازم تكون قدوة جيدة، فبالنسبة لي دي مسؤولية بلس طبعا الهدف المجتمعي اللي بالنسبة لي أنا عايزة أحققه، فكل ده يعني يمكن اللي اتغير شوية. بس طبعا قبل اللقب أنا كنت برضو بعمل حاجات يعني مشاريع وأهداف مجتمعية كتير، بس مع اللقب الموضوع زاد أكتر وبقى مسؤولية أكتر، بس مسؤولية إيجابية وأنا حبها أكيد. أنت قلتيلي دلوقتي أن أنت عايز تبقي شخص مؤثر، شايفة أن أنت ممكن تستغلي فكرة السوشيال ميديا في أن أنت تقدمي من خلالها حاجات تخليكي شخص مؤثر أو تأثري في أشخاص تانيين، في الشباب، في حاجات كتير أو في مجالات كتير؟ إيه البلان بتاعتك لأن أنت تبقي شخص مؤثر، وهل هتستخدمي السوشيال ميديا في ده ولا لأ؟ أكيد طبعا، لأن أنا أصلا مشروعي خاص بالسوشيال ميديا بإيجابيات السوشيال ميديا، فأكيد أنا كشخص لازم أستخدم السوشيال ميديا بشكل إيجابي، ده أوريدي أنا بعمله، ولكن الفترة الجاية هعمله بشكل أكبر، ومن خلال بقى الدورات والندوات اللي ليها علاقة بالسوشيال ميديا إن احنا نستخدمها بشكل إيجابي عشان أوصل هدفي. أكتر حاجة شايفاها مش كويسة على السوشيال ميديا وعايزة تغيريها إيه هي؟ دي يعني في موضوع كده معين على السوشيال ميديا هي بالنسبة لي أسوأ حاجة، هو طبعا الموضوع بيختلف من شخص لتاني، بس أنا بالنسبة لي من أسوأ الحاجات على السوشيال ميديا فكرة الناس اللي بتنقل أخبار أو بتعمل شير لأخبار من غير ما تتأكد من صحتها. يعني ممكن مثلا إشاعات يعني. كمذيعة مثلا معروفة وارد جدا تبقي قاعدة حد عمل شير لخبر خاص بيكي من غير ما يتأكد أصلا من صحة الخبر دي. فأنا دايما نصيحتي أن أنت أوكي اطلعت على الخبر وقريته، أو أي شخصية معروفة يعني، أو أي شخص حتى لو مش معروف ممكن ينزل عنه خبر إشاعة. صح أكيد. فللأسف الأشخاص أحيانا بيبقوا غير مطلعين، فبيشوفوا خبر بيصدقوه فبيعملوا شير، فبيساعدوا على انتشار الخبر الخاطئ. فأنا دايما شايفة أنه اطلع الأول، شوف الخبر ده صحيح ولا لأ، ادخل مثلا على صفحة الشخص ده، اعمل سيرش على جوجل لو معلومات تاريخية لو whatever ايه، وشوف اساس الموضوع، وبعد كده قرر يا اما الخبر ده صح او الخبر ده مش صحيح، ولو هو صحيح ممكن بقى تعمل له شير وتكتب رأيك، انت
ساعتها هتكون مطلع ومثقف، ولو هو مش صحيح فللأسف انت مش هتساعد في انتشار الشائعة. فده بالنسبة لي من اكتر الحاجات اللي انا اتمنى ان الناس تعملها فعلا، لانه ده لو حصل اعتقد الشائعات هتقل بشكل كبير جدا، والسوشيال ميديا هتبقى افضل يعني، والشخص كمان هيكون مثقف، لانك في الحالة دي انت هتكون مش ناقد، دورت على المعلومة مطلع بنفسك، فهتبقى بالزبط عارف حقيقتها فين، وهتقدر تتناقش فيها كمان لو حد اتكلم معاك فيها. لا انت خلاص انت مش بتعمل شير لحاجة وخلاص، لا انا خلاص عرفت اساس المعلومة. شروق عندك حق، نتمنى فعلا ان الحاجة دي تنتهي من السوشيال ميديا، ان الناس تشير حاجات ملهاش اساس من الصحة، وتدور على المعلومة الصح قبل ما تعملها شير. اتمنى لك كل توفيق في البلان اللي انت عاملاها لحياتك اللي جاية، وان شاء الله تحققي من اللقب ده كل الاهداف اللي انت عايز توصل لها. ان شاء الله. انا بشكرك جدا، واكيد سعيدة بالانترفيو الجميل ده. شكرا ليكي، نتمنى تكونوا استمتعتوا معنا النهاردة بحلقتنا من عيش سعيد. نشوفكم في حلقات تانية كتير. باي باي.